Hello, this is Mark Ibi Lam.
من لا يحق للإلحاح. آمن من بما أيو أيو على جلي وقلنا إمئين ما هي عبنا من أحي يوم للي من آينا ولا نمن ولا نمن ولو أقيها من آو وما شخصام آل إيش لأمو أني موقعنا موقع نحن أحو إمنا عنه عن آل إيش ونمان آمن يبني أو عن مشسن يبني وعن من مشسن يبني ومن الحمد الحراب المدينة فأحي أطوابه أيوان أيوان جماعة الله حمادا الله لما من أخطأ أن حانه حبحون لهم نوم لما يا أرأي إنجيل قل بحيشون محمد النور بحيشون يعني يلبي مقعد أبو يا لما أنا ما حابئ محاكو له نقوم وحد الإحاء ما يحبين لما يون أقوش من العالم نقوم نبي بيلي لا حين دوع أقوش أنا ملام ممي مين ما كنوا عالم ما هدو سعالم وحين من يون لا ما يحول ما حيو عالم لا حين دوع أخي نقوم أنا أيون أبان أنا لمن عازو أبي يحلهم يوم أحلى حليل من نوحا أبان لمن لو أمنا لني عازو أليل ولا لمن لو أبليما لأهل نحق آمن إذن لا في عجو لا إله إلا مؤمن أو حنوع يا إلى المجاي حقهم في عجو أيدي لما أحب أقول أنا لا أمين أو حنوع حقهم في أقول لهم أيان لما أنا لا أول من ما أمان أو ما أنا من أمقاني أنا لما يوم الويدش فأقول أبليانا لما أحد حلا نايل أبوهم أعيش في يوم حمانا لما أجل الله لما الحلا إيش لأنه لولا من ما أحلى عندنا الله لمن مدين قال أبليانا ودويدش لا في قال ما لحي الليش هيش طوم ودويدش لما أجلنا إذن أنا اللي عدوي مغانقا إذن حق أحال للون ينحسوا إذن حق أحال أمو إن أحال لما أو إن أحال قلام أحيانا أنا إنحا أنا شو لن ليون لن أو أحال لألا ويل لن أنا نعموها لما أيون إن يبنى أيوحام وبين لن إن أحد الأبايان لغي ينبغين أن وأن وبين لن إن أحد الأبايان أي حبيل لا إن بوابباء له لغي ينبغين أي نبلي إن التايوما ما أحب شوائل ما قد يوش
dahil medyo nagulat ako dahil nang bumaba ang viewers ko, naging thousand na lang. Kasi may na-unsubscribe si Hill Gomez. Wala naman problema yun. Ma-unsubscribe siya. At least, inuruan ko siya na gumawa ng YouTube. Tapos siya nalito, nalito. Kaya lang, pasawal siya dahil ang ginagawa niya, puro short film. Minausang maliliit. Paano ang maikilala ni YouTube kung ang mga ginagawa mo ay mga short film, di ba? Mga maliliit lang, mga ano lang yan, 10 seconds, 15 seconds, ganun, tapos na, paano nalalagyan yun ng commercial, di ba? Hindi na sabi ko sa kanya, ang minimum, gumawa ka ng 5 minutes to maximum is 70 minutes. Sabi ko sa kanya. Eh, ayaw niya kung aniwalaan. Oo. Kaya bahala na sa buhay niya. Kung isang, kung unsubscribe niya ako, no problem. Oo. Hindi siya kawalan sa akin, di ba? At least, nabitin ko siya ng idea na gumawa ng ganito. Maiinabawan niya, maiinabaw siya, maiinabawan niya. Ganun na naman yun, aso ayaw niya, masaway niya. Unahin daw niya yung mga ganun niya. Wala na kayo managawa, di ba? O sige mga subscribers, mga subscriber at mga viewers ko, no kayo sa akin mga vlog. Marami pa akong nagawin. Kahit umabot pa ako ng 2,000 vlogs. Oo, more than sabi na ni Road TV. Gawa na lang gawa. Marami na papanood nila. At medyo umaraw-araw, sa labas tayo, may papasalan tayong isang lugar na hindi pa nila naiita. Papati ako sa inyo kung saan yun. Sige mo ha, this is Bunch TV Vlog. Bye-bye!